جرار من جامعة مير زايد. الكورس اسمه Advanced Artificial Intelligence. حنأخذ في هذا الكورس عدة مواضيع بدي أستعرضها قدامكم، ولكن ما تتطلعوش إنه أنا اللي بدي أدرسها قبل، بعدين بحكي لكم. هلا أول شيء عندنا Introduction عن Artificial Intelligence. شيء على فكرة كم واحد فيكم مش ماخذ مادة الارتفيشال انتليجنس؟ 1 2 3 4 والبقية أخذ. كم واحد معمروش أخذ ديسكريت ماثماتيكس؟ أوبس كمان هاي مشكلة. طب كيف أخذتوا ارتفيشال انتليجنس بدون ديسكريت ماثماتيكس؟ يعني كانت مواد رياضيات ما فيش غير ديسكريت. طيب اللي أخذوا ارتفيشال انتليجنس مش في وين انتم من انو جامعات؟ ما اعرفش هون، لانه حسب في ناس بس ما بيكونوا الكورس ارتفيشال انتليجنس في بعض الجامعات بيكون في كله برولوجو بس. من انو؟ اخذت ارتفيشال انتليجنس. انو كتاب متذكر؟ زمان نشتري نجاح دكتور وائل. فيعني اللي بقول لكم اياه مطلوب منكم من الارتفيشال انتليجنس والادفانس ارتفيشال انتليجنس الى حد ما يعني. فلانه حناخذ شو الان انفورمد سيرش، هذا طبعا في شيء ذكاء، وحناخذ الانفورمد سيرش اللي فيه ذكاء، حناخذ الجيمز، هذا كله هاي على فكره ارتفيشال انتليجنس مش ادفانس ارتفيشال. بعدين حنأخذ إشي عن knowledge representation and